السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهاردة اجيت لكم بوصفة لزوم الشتاء، وصفة العدس الشوربة بطريقة سهلة جدا، مكوناتها بسيطة، بتدفي جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول كل خطوة فيها سمي بالله ونبدأ الوصفة. معايا هنا الحلة، هتجيبي مقدار العدس، طبعا ده مش محدد المقدار اللي انت هتعمليه، هتغسليه كويس جدا، هتصفيه من الميه. معايا هنا جزر، ومعايا بطاطسايه وبصله وقرن كده شطه حامي، كل ده هتنزلي فيه على العدس، وبعدين هتحطي ميه، تمام، وهترفعيهم على النار، تمام كده. ممكن تضيفي كمان طماطمايه، دي لها لون حلو قوي اهي. يبقى حطينا طماطمايه، وحطينا بصل، وحطينا جزر وفلفل حامي، هنرفعهم على النار لغاية اما يغلي معايا، تمام. يبقى معايا بالشكل ده، يبقى كله كده ايه استوى. هنبدأ بقى ايه تخلطيهم، لا تخلطيهم بالهاند بلندر او تستنى ما يبرد خالص وبعدين ايه تخلطيه في الخلاط، تمام. هبدأ بقى هنا انا ايه اخلطه في الخلاط كده، هتضربي الكمية لكل اللي معاكي. هنزل كده بالحلة كده اهوت، شوف ما شاء الله تقلو. طبعا انت في ايدك اللي انت تخفي فيه، يعني انت تعملي كده بالتقل ده، وممكن انت تخفي فيه زي ما انت عاوزة. هتخلطي كل الكمية ديت، هنحط بقى البهارات بتاعتنا، الملح ده الاساسي طبعا، هحط كده ايه ربع معلقة فلفل اسود، هحط شطة، كمون طبعا، تمام. هبدأ اخلطهم كده كويس. ده ممكن تعملي جنبه عيش محمر، انا كنت عاملاه جنبه العيش محمر، حمرت العيش واكلنا بيه كده فتة عدس يا سيدي، جميلة جدا بتدفيكي جدا. ممكن تعمليها، في ناس بتحبها بالشعرية، بس احنا ما بنفضلهاش بالشعرية، احنا بنحبها بالعيش المحمر. خلاص هي يعتبر كده، خلاص هي بدأت تنتهي معايا وتخلص. انا قلبت كده بهارات معايا، وبعدين هروح ارفعها بقى على النار، بدأ يغلي معايا، هقلبه بقى كويس طبعا على نار هادية، ما تعليش عليه النور عشان إيه، معلش ما تهديش عليه إيه، ما تعليش عليه النار. إيه هنبدأ بقى اعصر الليمون، تمام. انا بحب الليمون والخل فيه زيادة، بيبقى طعمه كده مزز حلو، فتعصر ليمون، هتحطي الخل بتاعك، تمام، هنقلبه برضو كويس، شوفوا لونه وجماله. طبعا الجزر مع الطماطم بيدي اللون الجميل قوي ده، يبقى ناقص معايا هنا ان انا اعمل التقلية بتاعت الثوم، طبعا هنا بقى ايه بقى الملح بتاعه مظبوط، لازم تظبطي ايه الملح بتاعك،
هضيف له بس هنا ايه شوية ملح كده، لقيتها ناقصة ملح فزود لها الملح شوية. هبدأ اخلطهم كده، خلاص يبقى كده العدس جاهز معايا. هنعمله بقى ايه التومة، شوف لونه بقى وجماله. هجيب هنا توم مفروم وهتحطيها في سمنة بلدي يا سيدي بقى على الجمال. طبعا التوم دوت انا مفرزاه، خلاص بيبدأ يفك، انا ما بسيبوش يفك بقى وبعدين ايه اخده وعينه في الفريزر، لا انا بقوم اخده كده على قد المقدار اللي انا عاوزاه، معلقه اتنين واحطها كده، هي بتفك بكل سهوله. يعني انت تحطيه يفك على مثلا على الرخامه وتاخدي اللي انت عاوزاه وبعدين ترجعي تاني تحطيه في التلاجة إيه وبعدين تطلعي كل ده، توم عندك لونه بيتغير. خلي بالك في ناس تقول مثلا التوم معايا لونه بيغير ما بحبش افرزه، لا والله ده من موسم التوم اللي فات، يعني ما شاء الله التوم التاني هيطلع اهو وانا لسه بشتغل من التوم دوت، لونه زي ما هو محتفظ ابيض ما فيش فيه اي حاجة، بدل انتي هتحفظيه صح تستعمليه صح هيفضل معاكي لاخر معلقة من التوم زي ما يكون انتي لسه عاملاه الوقت اهوت. اهم حاجة تاخدي الكمية اللي انت عاوزاها وتدخليها الفريزر على طول، ما تسيبهاش على الرخامة تفك، هتسيبيها تفك هتلاقي لون التوم اتغير معاكي، يبقى ده سبب من اسباب بوظان ايه او افساد التوم معاكي. هنا خلاص اللون بقى ذهبي وجميل جدا، شوف اللون ده انا عاوزة اللون دوت. هنزل بيه كده اهو يا سيدي بقى، شوف الطشة بتاعته ديت، الله 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 ايه الجمال ده. حاجة بقى كده لزوم الشتاء ودفى كده، الجو برد جدا جدا، تاخديلي بقى ايه مطبقية بولة من شوربة العدس معاها عيش محمر كده، يا سيدي يا سيدي بقى وصفة سهلة جدا جدا، حاجة كده ما بتاخدش معاكي اي وقت بس بتدفيكي. عملنا مع بعض شوربة العدس، طريقة سهلة مكوناتها بسيطة، يا رب تكون عجبتك، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وانتظريني في حلقة جديدة من حلقاتي المطبخ احلى مع الشروق. مع السلامة.